في المعامل المعامل هو واحد، والترتيب هو فاصلة النقطة وفاصلة على مجموع المعاملات هو الثلاثة. ها هي أعطت لكم كما، قوموا بالتعويض. ها هم الإحداثيات أمامكم الآن، ها هم الإحداثيات A و B و C، عوضوهم هنا ستجدون هذه النقطة. أما الثانية التي هي، لاحظوا جيدا، سأقوم بتوضيح التمرين. أما النقطة جيفتها، ها هي النقطة جيفتها، عدد المعاملات كم؟ ثلاثة ناقص واحد زائد واحد، كم؟ ثلاثة. يصبح ماذا؟ فاصلة النقطة A في معاملها، زائد فاصلة النقطة B في معاملها، زائد نقطة C في معاملها، على مجموع المعاملات هو الثلاثة. ها هو أمامكم مشروع، وها هي النقطة جيفتها بكل بساطة. نأتي إلى تعيين مجموعة النقاط. عين مجموعة النقاط في كل هالة. لاحظوا هنا كم معامل، هذه وهذه وهذه، أو تلاحظون إنه واحد وواحد وواحد. ما هو؟ إذن هذه واحد وواحد وواحد، شرحتها من قبل، قلت هكذا A واحد B واحد وC واحد. هذه الجملة المثقلة ما هو مرجحها؟ هو G. إذن كم نتحصل؟ نتحصل على ثلاثة هنا، ثلاثة أم جي يساوي ماذا؟ يساوي ستة. لماذا لو تدخلون، لاحظوا، لو نقوم بإدخال هنا النقطة جي، إذن هذه الجملة مرجحها هو جي، تصبح أم جي زائد جي أ زائد أم جي زائد جي بي زائد أم جي زائد جي سي يساوي أم جي أم جي أم جي، تعطينا ثلاثة أم جي، زائد جي أ زائد جي بي زائد جي سي. هذه تعطي لكم الشعاع المعدوم لأنه جي مرجح. إذن هذا يذهب، هذه الزيادة تذهب، ماذا بيبقى؟ يبقى لنا هذا، هذا هو اللي قمنا بتعويضه هنا. وبما أنها طول يعني يذهب الطاولة وتذهب كل شيء، ماذا يبقى لكم؟ يبقى لكم هكذا، يبقى لكم ثلاثة أم جي لأنه طول يساوي ستة، يصبح أم جي يساوي ماذا؟ يساوي اثنان. هذا ثابت وهذا ثابت وهذه متحركة. مباشرة لما يكون عندكم هكذا يساوي ثابت أم في جهة واحدة، يعني أم هنا فقط ليس في هذه الاتجاه في هذا الجهة، اعلموا أنه مباشرة سطح كرة، مركزه النقطة الثابتة. ما هي النقطة الثابتة التي عندكم هنا؟ النقطة الثابتة، لاحظوا ما هي النقطة الثابتة، أكرر، النقطة الثابتة هي جي، ونصف القطر ما هو؟ هو هذا العدد. إذن هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها اثنان. لو كانت هنا عندكم تساوينا أم جي تساوينا أ بي، لكن أ بي لو تحسبونه في الأخير ستجدونه عدد، معناه مثلا مثل خمسة، تصبح أم جي تساوي خمسة. هذا كذلك سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها أ بي فقط. نكمل مع السؤال الآخر، تابعوا جيدا. لاحظوا واحد معامل واحد معامل واحد معامل واحد، لاحظوا معامل ثلاثة وناقص واحد وواحد. هذه الجملة كم هو مرجحها؟ هو جي، وهذه هي جي فتحة. ماذا تصبح لديكم؟ لاحظوا بعد ذهاب كل الأشعة، ذهاب كل الأشعة تعطيكم ثلاثة أم جي يساوي لنا ثلاثة أم جي فتحة، يصبح لنا أم جي يساوي لنا أم جي فتحة. مباشرة لو تلاحظون أنها مسافة تساوي مسافة، يعني هكذا جي وجي فتحة، أم أين تكون؟ تكون في هذا المكان، أو يمكن أن تكون في هذا المكان كذلك، أو يمكن أن تكون في هذا المكان، أو يكون في هذا المكان. ماذا تعطي لكم؟ تعطي لكم مستوي محوري للقطعة جي جي فتحة فقط. الآن نعطي نأتي إلى السؤال الآخر لهذه الحالة، أم أ زائد أم بي زائد أم سي، أكيد تعرفون أنها تعطي لكم ثلاثة أم جي، ثلاثة أم جي. أما الآن هذه الجملة لا تقبل مرجح، لماذا؟ لو تنتبهوا معي، المعامل اثنان وناقص واحد وناقص واحد، شوفوا لاحظ تعطيكم صفر، فالجملة لا تقبل مرجح. هذه الجملة التي من هذا الطرف تقبل مرجح، أعطتنا ثلاثة أم جي، أما هذه لا تقبل مرجح، إلا أنه لاحظوا ماذا نفعل؟
سنقسمها، سنقسم هذه إلى طرفين. لاحظوا مثلا لو نأتي إلى هذه الجملة، لاحظوا إلى هذه وهذه، ونجعل بينهما مثلا مرجح هو F، فماذا تصبح لكم؟ تصبح 2 أم ماذا؟ أم F، لا أم F عفوا، تعطي لكم أم F، أم F ناقص أم C. لو نأتي إلى هذا ماذا يعطي لكم؟ الآن تابعوا، يعني سأقوم بعملية الشرح هنا. لاحظ هنا تعطي لنا هذا، إلا أنه أعطت لنا AB زائد AC، AB زائد AC، ها هي AB، أشرح هنا كي تفهموا كثيرا، AB زائد AC، AC يعطي لكم هذا الشعاع المركبة، هذا زائد هذا يعطي لكم المركبة هذه، يصبح ماذا؟ يساوي AE. ولكن E لا يوجد عندي إحداثيها. AE ما هي AE؟ AE هي هي مرتان من AF، تصبح AMG يساوينا 2 على 3 AF. لاحظوا بما أن الرباعي AB AB EC متوازي أضلاع، فإن F هي نقطة تقاطع AO و BC، أي هي منتصف BC، منتصف BC سنقوم إحداثية، تعرفون كيفية استخراج إحداثية منتصف، هذا زائد هذا على 2 وهذا زائد هذا على 2 وهذا زائد هذا، تعطي لكم نقطة F، تصبح سنقوم بحساب الطول AF، ها هو الطول AF، إذا تعطي لكم AMG يساوينا جذر 3، وهذه ما هي؟ هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها 3. تابعوا فقط ستلاحظون كيف أقوم بالعمل. نأتي إلى هذا السؤال كذلك، لو تلاحظون هذه جي وهذه ماذا؟ جي فتحة، ماذا نتحصل؟ على 3 أم جي شعاعيا سلاميا، ها هي السلمي في 3 أم جي فتحة يساوي الصفر، تصبح 9 أم جي سلمي أم جي فتحة يساوي الصفر. هل 9 يساوي الصفر؟ لا يمكن أن 9 يساوي الصفر، تصبح أم جي سلمي أم جي فتحة يساوي الصفر. لو تلاحظون إلى هذه، شوفوا لاحظوا، لو نأتي بإحداثيات هذه الأم هي إكس وهذه هي إكس، إكس في إكس، إكس مربع، وإجراج إجراج في إجراج، إجراج مربع، وزاد في زاد هي زاد مربع. لو تلاحظون هذه الثلاثية الإكس مربع وإجراج مربع وزاد مربع هي ماذا؟ هي سطح كرة، هي سطح كرة قطرها جي جي فتحة بكل بساطة، حيث جي عندكم إحداثيات وجي فتحة عندكم إحداثيات. نكمل مع السؤال آخر، 3 أم جي أم أ كذلك نفس الشيء، لاحظوا جيدا، هذه لو تلاحظون هي جي فتحة هي المرجح، أما هذه لاحظ سألعب بها أ هكذا ناقص أم بي، ما رأيكم بماذا؟ بقلب هذا الشعاع، أصبح ناقص أ أم ناقص أم بي، قلبت هذا فقط، نستخرج الناقص، أصبح أ أم زائد أم بي حسب علاقة شال، تصبح ماذا؟ أ بي، تصبح ناقص أ بي، وناقص أ بي ما هو؟ هو أ بي أ، لهذا لاحظوا هنا نتحصل على، لاحظوا ماذا تحصلنا هنا، هذه تعطي لكم 3 أم جي فتحة، وهذه بأ التي تحصلت عليها، هذه ماذا؟ بما أن الثلاثة لا تساوي صفر فإنها هكذا، وهذه ماذا تعطي لكم؟ لاحظوا لو نعوض، لاحظوا فقط، لاحظوا كيف هكذا AB أو BA يساوي صفر لأن ذهب كل شيء، إحداثيات هذه X وY وZ، وهنا أعداد، لاحظوا مثلا ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 مثلا في شعاع AB مثلا 5 مثلا 6 4 تساوينا الصفر، لو تنشرون هل تتحصل على معادلة سطح كرة؟ لا، لأن الإكس مربع لا يوجد، هذه مستوي مباشرة، مستوي الذي يشمل النقطة الثابتة هذه، وهذا AB شعاع ناظم له فقط. نأتي إلى الحالة الأخيرة، الحالة الأخيرة لاحظ، لو تلاحظون المعاملات 1 1 1 يصبح جي هو المرجح،
إلا أنه مربع. كيف فعلنا؟ لاحظوا جيدا، قمنا قلنا مربع هذا، هي مربع لأنه طول، وهذا كذلك طول، هذا كذلك طول، وهذا كذلك طول. قال كيف تحولت من الشعاع إلى اللا؟ هذا ليس جداء شعاع، إنما جداء سلمي، والجداء سلمي وطول، هكذا وهكذا وهكذا. ما رأيكم أن ندخل الجي مرجح، لأن قلنا الجي هو المرجح، ندخله في كل علاقة هنا وهنا وهنا مع محافظة على يعني هكذا أم أم أ مربع يساوي ماذا؟ ندخل الجي هنا في الوسط لأنه مرجح، يصبح أم جي زائد جي أ هكذا مربع، وهذا جداء شهير نقوم بنشره، يصبح أم جي مربع زائد جي أ مربع زائد اثنان أم جي سلمي جي جي أ، يعني بهذه قمنا النشر. لاحظوا قمنا كذلك إدخال هنا وهنا وهنا تعطي 30، قمنا بعملية النشر، لاحظوا النشر، ثم استخرجنا أنه لو أنشروا تجدون 3 أم جي مربع، وهنا جي أ مربع وجي بي مربع وجي سي مربع، يبقى لكم هنا استخرجوا ماذا؟ استخرجوا 2 أم جي، أنشروا واستخرجوا 2 أم جي على المشترك، لاحظوا يبقى لكم هذا هذا هذا، ما هو؟ بما أن جي مرجح يعطيكم الشعاع المعدوم، إذن هذه كلها تذهب إلى الصفر.